هذه مراتب، والإنسان قبل أن تأتيه اللحظة المحتومة يجب عليه خصوصا المرتبة الأولى. هسه المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة، مراتب كمال النفس. مراتب كمال النفس يعني واحد جاهل، واحد عالم، هذا الجاهل منحط، هذه مراتب الكمال. لكن المرتبة الأولى لازمة الإنسان، إذا أكو عليه شيء يصفي ذلك الشيء، يطهر نفسه. قضية صعبة، صعبة، ولكن الإنسان بالتوكل على الله والتصميم يتغلب على هذه الصعوبة. السيد الوالد ينقل هذه القضية، يقول في بلد من البلاد، اختصر القضية، جاءني شخص وقال أنه أكو هنالك رجل حرامي يريد يجي عندك، عنده كلام معك. قلت ما يخالف خليج. يقول في الموعد المحدد جاء ذلك الشخص، شفت رجل أنيق المظهر، ملابس جيدة لابس، ولكن وجهه تبدو عليه آثار الصفرة والكآبة، مثل أفرض واحد ما نايم يوميا، يعني شلون وجهه مصفر ألم هالشكل. قلت تفضل. قال سيدنا أنا كنت حرامي بالعاصمة، عاصمة ذلك البلد، وكنت أروح إلى الفنادق الراقية، الزوار اللي يجون أترصد إلهم، الزوار المحترمين، وأستولي على أموالهم. وكان يقول من جملة الأفراد اللي كنت أستولي على أموالهم بالذات الأفراد اللي كانوا يأتون من هذا البلد إلى هنالك للزيارة، كنت أحاول أتغفلهم وأستولي على أموالهم. سيدنا أنا الآن عندي أحسن عيشة، الأموال ما شاء الشيطان، الأكل، الشرب، الطعام، بقية الجوانب كلها مؤمنة، ولكن أنا الليلة واحدة ما أتمكن أنام مرتاح البال. أنت ليلة واحدة إذا تنام ما عليك شيء، لا عليك صلاة قضاء، لا واحد يطلبك، لا عليك تبع، لا عليك حق من حقوق الله، حقيقة واحد ينام مرتاح البال في تلك الليلة. ما أقدر أنام، شوية أنام أقوم من النوم، وأنا أريد أن أتوب. السيد يقول أنا قلت له طريقة التوبة أن تستغفر الله سبحانه وتعالى، تندم على ما مضى، تصفي كل ما عندك، هاي الطريقة. ما أعرفه، اللي تعرفه ترد عليه ماله، واللي ما تعرفه تتصدق بماله في سبيل الله على الفقراء بنية أن يكون الثواب لصاحبه. قال ما يخالف إن شاء الله، لحظة تصميم ما يخالف أفعل. راح وانتهت القضية، بعد مدة أشهر، ستة أشهر أقل أكثر، السيد يقول أنه جاءني شاب سلم علي، قال سيدنا تعرفني؟ نظرت إليه كأن الوجه وجه مألوف ولكن ما أتذكره. قال أنا حرامي تلك الليلة، أنا رحت وعملت بنصيحتك، صفيت كل أموالي وعدت كما كنت من قبل صانع نجار، عندي باليوم مقدار قليل من المال، وتزوجت وعندي الآن حياة مستقرة، والآن بمجرد ما أضع راسي على المخدة أنام مرتاح. صحيح ما عندي تلك أموال وتلك الحالة، لكن أهم شيء عندي راحة الضمير. الإنسان إذا صفى الأمر الذي بينه وبين الله
وبينه وبين الناس تخلص حقيقة يصبح مرتاح الضمير، وهذه أعظم مكافأة أو من أعظم المكافآت التي يمنحه الله سبحانه وتعالى للتائبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يرزقنا التوبة من المخالفة ومن الغفلة.